جيت هاي الحكومه العراقيه، شغل شوف التبليط الزين، شوف الناس شلون خطيه، شلون تمشي على التبليط. ان الله بدا طبعا الشباب، عذرا هذا شط الفرات هنا النخل، يعني عذرا عذرا على المقطع، يعني انه مو مبالغه، بس هاي العالم مو على فروق. ليش؟ ليش؟ احنا بلد الحضارات، احنا بلد نفطي، هيك شوارعنا من الله. لا يوفق هاي الحكومه، لا هي ولا احزابها ولا برنامجها. ان شاء الله بجاه الحسين بعافيتكم وبجهالكم. ليش انت قاعد ورا صبات وقاعد بنص الخضراء وما تعرف شنو المطر؟ تمطر عندك ما تمطر، مباع العالم. هاي الفقره، هاي العالم، هاي باب رزق. ليش 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 ليش؟ مو احنا بلد الخيرات، احنا باع العالم خطيه تحزمت منها الصباح. ليش ليش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم سنتكلم عن موضوع غرق بغداد وغرق محافظات عراقية أخرى جراء هطول الأمطار الغزيرة على هذه المحافظات. طبعا المدة لم تستمر سوى ساعتين، لكن غرقت العاصمة وغرقت محافظات أخرى ومدن أخرى في العراق نتيجة لانعدام البنية التحتية ونظام تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي في العراق. هي كلها أنظمة منهارة ومعدومة أصلا، وبالتالي بالطبع تغرق بغداد وتغرق محافظات أخرى نتيجة الإهمال الحكومي، نتيجة الفساد، نتيجة المشاريع المتلكئة المتوقفة، سرقات المال العام التي تمت. وسنتكلم اليوم على أرقام حقيقة حكومية تتكلم عن مليارات من الدولارات يقال أنها أنفقت على البنية التحتية العراقية، لكن لم يحقق منها أي شيء على أرض الواقع. المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حذر من حدوث سيول في الوديان المنسابة إلى 5 محافظات عراقية. أوضح المركز أنه تم توجيه الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بسبب توقعات بتعرض حوضي دجلة والفرات إلى أمطار غزيرة يومي الأحد والاثنين المقبلين في محافظات وسط وجنوب العراق، مما سيؤدي إلى حدوث سيول في الوديان والأنهر المنسابة لمحافظات ديالى، واسط، ميسان، النجف والبصرة. طبعا محافظة ديالى أعلنت حالة الطوارئ المبكرة تحسبا لتدفق السيول من الحدود الإيرانية. مدير ناحية قزانية مازن الخزاعي قال إن مدن ديالى الحدودية مع إيران دخلت مرحلة الاستنفار المبكر في ظل احتمالات عالية لهطول أمطار غزيرة على الشريط الحدودي مع إيران، وهو الأمر الذي يعني تدفق سيول جارفة تجاه الوديان والأراضي الزراعية القريبة من المدن والقرى. طبعا مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود الإيرانية باتت مهددة طبعا بالزوال من جراء قطع طهران للمياه عنها، وأيضا بسبب مياه السيول التي تتعمد إيران تدفقها داخل الأراضي الحدودية في محافظة ديالى، وهو ما أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. طيب، العراق بلد نفطي، ومثل ما استمعتوا بالمقطع اللي عرضناه قبل شوية، بلد نفطي من المفترض أن يكون هو بلد غني، وبالتالي يعني نرى هذه الأموال على أرض الواقع، نراها في البنية التحتية، نراها في الطرقات، في الخدمات العامة المقدمة للمواطن العراقي. لكن لماذا لا نرى هذه الأموال؟ لماذا لا نراها مشاريع موجودة على الأرض؟ مستشار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح قال بأن العراق أنفق أكثر من 222 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية خلال 9 سنوات دون تحقيق شيء جدي نافع. يقول بأنه منذ 2003 ولغاية 2012 صرف على البنية التحتية مبلغ يقدر ب 222 مليار و 300 مليون دولار أمريكي على مشاريع البنية التحتية دون جدوى نافعة لهذه المشاريع.
طيب طبعا مظهر محمد صالح شيء طبيعي أن هو يخفي السنوات المظلمة أيضا اللي عاشها العراق في زمن حكم العبادي، وهذا أمر طبيعي جدا لأي يعني مستشار رئيس وزراء، أكيد ما راح يتكلم على رئيس حكومته، لكن نتكلم بالتسع سنوات اللي ذكرها هذا الشخص. 222 مليار و300 مليون دولار أمريكي، أين ذهبت؟ أين اختفت هذه الأموال؟ لماذا لم يراها المواطن العراقي على هيئة نظام لتصريف مياه الأمطار، نظام لتصريف لشبكة المجاري والصرف الصحي، خدمات بالطرقات وغيرها من المناطق اللي أصبحت عبارة عن أماكن طينية الآن بسبب هطول الأمطار الغزيرة، وأنه هي أماكن غير معبدة وطرقات غير جاهزة؟ ليش ما شفنا هذه الأموال على هيئة مشاريع تخدم المواطن العراقي خلال تسع سنوات؟ دعونا نضع مقارنة بسيطة بدولة جارة عربية، المملكة العربية السعودية، بها مشروع اسمه نيوم. هذا مشروع طبعا عملاق، مشروع ضخم جدا، يمتد يشمل أراضي من مصر ويشمل الأردن كذلك، مشروع كبير جدا وتكلفته عالية جدا، 500 مليار دولار. لكن في فقرة ضمن هذا المشروع هي فقرة للاستفادة من مياه الأمطار الهاطلة على المملكة. المدير التنفيذي لقطاع المياه في هذا المشروع يقول بأنه المشروع تقدر تكلفته بخمس مليارات دولار، خمس مليارات دولار فقط. شنو فائدة هذا المشروع؟ سيتم الاستفادة من مياه الأمطار عن طريق بناء سبعة خزانات ضخمة في أكثر من موقع بهدف استقبال الأمطار لتحليتها واستخدامها مرة أخرى، مشيرا إلى أن انتهاء أول جزء من هذا المشروع سيكون بحلول عام 2022، وذكر أن القاطنين في هذا المشروع نيوم سيكون لهم تطبيق خاص للتفاعل مع أي مشكلات في أنابيب المياه اللي سيواجهوها في المستقبل. يؤكد أن 99% من مياه الأمطار سيتم الاستفادة منها وسيعاد استخدامها بشتى أنواع الطرق حول المدينة، منها مياه للشرب واستخدام لأغراض أخرى، ولا تعود إلى البحر مرة أخرى حتى لا تلوث البحر ويكون هناك استفادة بشرية من هذه المياه. 5 مليارات دولار على مشروع ضخم جدا طبعا، 5 مليارات، وإحنا مثل ما تقول الحكومة صارفين 222 مليار. تخيلوا كم مشروع من هذا المشروع بهذا الحجم سينفذ في العراق وسينقذ العراق من الفيضانات ومن السيول ومن الأمطار اللي تهطل كل موسم بشكل غزير، وتذهب إلى منها إلى البحر، تذهب منها إلى المنازل اللي تهدم مناطق وأحياء سكنية على رؤوس أصحابها، في حين تكون هناك استفادة منها لرفع مناسيب دجلة والفرات، للاستفادة في الزراعة، الاستفادة كثيرة حتى في توليد الطاقة الكهربائية، لكن في العراق لا يوجد. من معنا الآن؟ السيد أبو أيسر من تركيا، تفضل. الله يساعدك أستاذ. حياك الله أستاذ. إحنا نعرف من مو من هذا العهد، حتى من العهد القديم، العراق ما يستثمر أراضيه وما يستثمر ماها أو ماء الأمطار، كلها في يعني مختصة بالفساد الإداري اللي موجود بالعراق. طيب. وخاصة هسه يعني الفصائل وغيرها ما تقبل أي استثمار يصير بالعراق. حتى يسوون مشاريع وهمية ويأخذون عليها فلوس وكلهم ناس سراق. ده نشوف هسه يعني استثمارات الخليج ما يوافقون عليها. حتى لا يحافظون على البيئة ولا يحافظون على خزن المياه ولا وجود خزانات المياه. لكثرة الفساد الموجود بالعراق، هذولا اجوا بس مجرد جيوبهم وفقط، يعني ناس حرامية. سيد أبو أيسر، يعني حتى المشاريع الأجنبية لا يمكن أن تتم في العراق إذا ما كان هناك بنية تحتية أساسية لاستقبال هذه المشاريع. هذا مو كلامي، هذا كلام خبراء اقتصاديين وخبراء ينظرون إلى الواقع في العراق يحذرون، يقولون مستحيل تكون هناك استثمارات أجنبية وأنت ما عندك بنية تحتية. ما عندنا بنية تحتية لأن أكو فساد إداري قوي بالعراق. إثنين، كل 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 مستثمر يعني يساوموه حتى يقدر يجي للعراق، وهم ما يقدر يجي للعراق من كثر التهديدات اللي تصير عليهم. نعم. ما طلعكم فساد إداري. ماكو استثمارات. طيب أنا أشكرك سيد أبو أيسر من تركيا. السيد أبو علي من واسط ويانا، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. مساء الخير لكم، مساء الخير لجمهور الراكدين. مساء النور، حياك. هذا ما يحكي على خدمات، بس احنا نريد شلون نعرف الحراميين. اي الحكومات اللي اجت تعرف انه دائما كل من 2005 لحد 2010 نعم
هي كل الكتل الشيعيه هي العدد الاكبر لها بالحكومه. طيب. فحتى نعرف انهم حراميه شلون؟ ما يشتركون بوحدهم الحكومه، لان هم اللي يريدون يبينون ان نفسهم هم يعني شرفاء ويدون يخدمون هذا البلد. يعني الكتل الشيعيه التحالف الوطني او ما يسمى كان اخذ الحكومه وبنى العراق من جديد وخلى هذولاك يسوون المعارضه. بس انه حتى يبوقون كلهم السنه والشيعه والاكراد ونقصد السياسيين يشركونهم كلهم حتى كلهم يصيرون يعني يحتفلون بالفشل وماكو احد يحاسب الثاني. يعني من واحد حكومه الجعفري من اجت المالكي ما حاسبهم والمالكي ما حاسب اللي قبله والعبادي ما حاسب. حتى من يقول لهذا يقول له مستشار 220 مليار يعني اذا ماكو شيء ليش ما حاسبتهم انت؟ غير انت مستشار غير اصلا برنامج الحكومه اللي يجي انه يكمل البرنامج القديم واذا اكو هدر بالاموال والسرقه يحاسبهم. ليش يطلعون يكشفون فساد بعض ورا ما يطلعون من المنصب؟ يعني العبادي ما تكلم عن الفساد الموجود في 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 فترته، قال اكو حيتان فساد لكن ما حاسب، بدا يكشف ارقام ويتكلم عن صفقات ويتكلم عن ضغوطات ورا ما طلع من المنصب. طيب انت يا رئيس الوزراء اللي اجيت بعد 2003 بيدك السلطه الاعلى في الدوله، ليش ما حققت شيء؟ ليش ما سويت شيء؟ ما هم تريدون يبوقون استاذ محمد، ماكو احد يحقق. يعني انت تخيل واحد يقول احنا كنا حراميه وهو نفسه مش عامل جبولي، غير اكو مدعي عام يسمع هذه الامور ويجي هو اللي يرفع. اذا المدعي العام منطقه مخده ونايم، القضاء اساسا مسيطره عليه الاحزاب. انا ما شفت لي رئيس محكمه اتحاديه يروح لايران، شو تسوي؟ ولا تقابل السفير، شنو انت تقابل السفير؟ المفروض انت اعلى سلطه بالبلد. زين ديوان الارقام الماليه وينه؟ دكتور عبد الباسط ليش شرد؟ السيد سنان مدير البنك المركزي ليش شرك؟ ليش يعني المالكي صار قاتل ومجرم وصاحب ملفات؟ لذلك هم استاذ محمد ما يريدون يحاكمون احد، لذلك اذا حاكم الثاني عنده فساد. وهم مشتركين كلهم بالجريمه. لكن انا مع الاسف انه من يطلع رئيس وزراء يقول اكو فساد بالحكومات السابقه والشعب نايم. ثوره تشرين هي انتفضت لكن هم ما نقول سرقوها، بس هم دخلوا بيها. ما ايد من يقول احد اخواني يقول الشعب جبان، لا الشعب فوق سلاح قتل. اليوم قتل، ما حد يقول له قاتل وين تريد، ما حد يكذب القاتل. استغرب من رئيس وزراء ومتحدث رسمي يقول القتل عرفناهم واكو جهه شردتهم. سيد ابو علي وصلت فكرتك، يعني اشكرك. وحنتكلم بعد شوية على موضوع المظاهرات وحالة سلبية يعيشها العراق منذ 2003 ولغاية اليوم، هي المظاهرات الموسمية. طبعا هاي حالة سلبية حقيقة لشريحة من المجتمع العراقي اللي تطلع بس بالصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، وتطلع بالشتاء بالفيضانات بسبب الفيضانات، في حين أن البلد يعاني من مشاكل كثيرة، لكن عندنا هاي الحالة السلبية اللي لا تزال مستمرة في العراق للأسف. ويانا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة احنا بداية الشتاء حاليا، يعني العراقيين يعرفون ان المطر اللي صار اليوم مو ذاك المطر اللي يعني مثل ما تقول يعني قوي. يعني مطرة خفيفة هي سوت ببغداد باليرموك وبالمنصور وكل كل مناطق بغداد العاصمة. عاصمة الرشيد. العاصمة اللي هم بإحصائياتهم صارفين عليها على محافظة بغداد صارفين مليارات الدولارات من 2003 لحد الآن. يعني البنية التحتية اللي بنوها مثل المجاري هم المفروض بيهم يكشفون هاي الأوراق في للرأي العام في سبيل نعرف احنا من هو الجاني بهذا الموضوع وهذا الملف. المالكي 8 سنوات يحكم العراق، وأكثر فترة رئيس وزراء دخلت له واردات من بيع النفط وواردات المنافذ هو فترة المالكي. المالكي شنو الإنجازات اللي سواها بهاي الفقرة مجاري بغداد؟ يعني شنو اللي سواه؟ يعني جددها، رممها، شنو اللي سواه في سبيل واحد يحكي الحق من صالحهم نحكي؟ ما سووهم شيء. يعني متهمهم ان يوفرون خدمات للمواطن، هم يريدون العالم يغرقون ويريدون اثاثهم يتدمر وسياراتهم تتدمر وتقف الطلاب ما حد يداوم وتقف عجله الدوام ما يريدون احد. يعني الدوله يريدوها هيك يعني سايبه بدون محاسبه اي احد. نجي الموضوع الثاني النزاهه. النزاهه
يعني تجون بس على الفقراء. الموظف من يختلس له فد مبلغ بسيط، الشغلات البسيطة اللي بيها أذية على المواطن تجون عليها تركضون يبرزون عضلاتهم وملفات. أما حيتان الفساد من وزراء، من محافظ بغداد، من وزير مالية، من وزير التخطيط سلمان الجميلي والشلة مالته، يعني شنو اللي سويتوه أنتوا النزاهة وحاسبتوا منه؟ وين الملفات هاي اللي يقول لك احنا سوينا مجاري باليرموك أو بالمنصور أو جانب الكرخ والرصافة؟ وينهن؟ وين الملفات هاي اللي انصرفت عليها ملايين الدولارات؟ وين راحت؟ وين على الحقيقة واقع الأرض؟ وين المجاري اللي سووها ببغداد يقول لك احنا سويناها بال2010 و11 و12 وكذا وكذا؟ وينهن؟ طيب ما حد يقدر يحاسبهم. ليش؟ لأن مسنودين دول الفاسدين سواء محافظ بغداد أو كل رؤساء بلديات المناطق مسنودين إلى أحزاب تحميهم ومسنودي. والأحزاب عندها قوة ضاربة هي الحشد، الحشد الشعبي اللي يسمونه الحشد المقدس، هو يحمي الفاسدين. والمرجعية إلها 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 جزء من هذا الفساد اللي صار، وهاي اليوم اللي صار الكارثة في بغداد. وبعدنا احنا على أبواب الشتاء، يعني من يجي الشتاء الحقيقي والمطر إذا يوم يومين بغداد راح تغرق، الناس راح تغرق كلها. فما يهمهم المرجعية، المفروض بدل ما تخطب على الصلاة وعلى كيفية الوضوء تخطب على الفاسدين وعلى النزاهة المفروض بيها يقدمون حيتان الفساد اللي دمرهم العراق ورجعونا ألف سنة لورا، وما تقدم واحد من الوزراء أو وكلاء الوزراء أو حتى درجة مدير عام تقدم إلى النزاهة وتحاسب، وهذا مقصر وهذا لازم ينحكم 10 إلى 15 سنة. كلهم محميين من ضمن الدستور حاميهم وعدهم حصانة والمرجعية تحميهم بالخطبة، خطبة مال الجمعة اللي ينتظروها أهلنا بالجنوب وبغداد الكرخ والرصافة ينتظرون خطبة الجمعة في النجف وكربلاء، يطلعون بسوالف يعني ما تعني المواطن، سوالف بعيدة يحكي لك كلمتين ثلاثة. أما شوف سيد صباحية، هي شغلتين بارزات طلعت بهالخطبة، واحدة سووا الحشد والثانية طلع لهم عبد المهدي كربلاء يقولهم دير بالكم يا سياسيين ليروح الحكم لغيركم. هاي أقصى الشغلات اللي طلعت. احنا هسه لو جاي مسيحي مو سني أو كردي أو شيعي، مسيحي يجي يحكم العراق بالقانون ويحكم في بناء دولة، والله كنا ويا احنا. لكن احنا ما يجانا الشخص سواء سني أو شيعي، شخص وطني يعني عنده الكفاءة لإدارة الدولة في سبيل احنا نحميه ونسانده. اللي يجونا كلهم حرامية، ومع الأسف المرجعية صمام الأمان هي اللي تحميهم. أنا أشكرك. نعم وصلت فكرتك يا سيد صباح، شكرا لك. ويانا باسم من بابل، تفضل يا باسم. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه معاناة وهذه سيئات كانت فيها أول ما قامت فيه هي هاي المراجع الفاسدة، الله وكلك هي المتورطة بكل هالمعاناة اللي يعانوا من عند العراقيين. واليوم احنا على أبواب الشتاء. وحتى هذه الحكومة لا تقل عن هالمراجع الفاسدة هذه من ناحية المعاناة يعني اللي ما زالت مستمرة ولحد الآن من 17 عام ولحد الآن. جل ولا اللي جابتها بلد الفساد وبلد الرذائل التي نصبت على حكم العراق. جل هذه الفيضانات هي الوحدة من المعانات التي قد تلحق بنا منذ 17 سنة. يعني احنا في السنوات السابقة كانت هكذا هو الحال. فيضانات جل ولا هناك معاناه اخرى واخرى كانت البرلمان والمجلس النواب يعكسر عناصره هم فاسدين. وهذا ما تريده قوات الاحتلال الغاشمه. نعم. نظرنا يا اخوي للسجون والمعتقلات التي ملأت بالابرياء اضافه للدم البريء التي سمك يعني وعلى يد هذه القوه الظلاميه المجرمه التابعه لمجلس النواب والبرلمان. نعم. الفاشل والكافر اي والله والبائس هل القوى يتابع هذا البرلمان يعني الا يكون بائسا مثل البرلمان وعناصره. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، شكرا لك يا باسم. ويانا سيد ابو حسن من بغداد، تفضل يا ابو حسن. السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. حياك الله. أنا محمد واضح يعني هم دولة مو سياسيين ولا ينتمون للبلد هذا. نعم. يعني هو المجوي سووا حدائق سووا
سلكي مثلا، هاي الشغلات يعني ما مقبولة اصلا. اي يعني صرف مو طبيعي لهم، مو يعني الشعب. اي قالت ما يهتموا للعراق. يعني اكو شغلات مثلا الامطار. نعم الامطار هاي يعني ما شايفين شي بلد يعني، يعني مرور الزمن هذا كله تجي حوضيات تسحب المي، المفروض مجاري جديده. المفروض طرق جديده. نعم المفروض اشياء هوايه تخدم المواطن. بس هم جو خراب البلد. نعم يعني ما يهمهم اي شيء، هو اهمهم بس يبنون جيوبهم ويعيشون. نعم عوائلهم برا وبرفاهيه، والعراقي كاتل الجوع والهم والقهر. فما يزول العراقي يعني ينهم النهوض. نهوض البلد مثلا تجي حكومه وتستلم حكم هي يعني لازم همها اعاده المواطن او تامين متطلباته او بناء مثلا بنى تحتيه. اجوبه اكثر المشاريع ما منفذه صحيح بصوره عامه. نعم. بس مجرد اساس سووه وراحوا اخذوا المالات مالتهم وخلصوا. مو كانوا حيقولون انه دبي حتصير زرق ورق قدام بغداد وتطورها وخدماتها. اشو صارفين 222 مليار دولار على البنيه التحتيه، وبساعتين مطر فاضت الدنيا. اخي هم دولة ما يقول زرق ورق. حتى لو زرق ورق صحيح مسوينا يعني مثلا بدأت ما يقول زرق ورق الامارات. اي هل يسوون زرق ورق اقل من الامارات؟ اي على مجرد تسمع يقول لك سووا الوجبه هاي جتي عملت شيء للمواطن. يعني اكو بيوت هدمت قبل السنوات الماضيه. نعم اكو ناس ماتت من خلال وقوع البيت عليهم. يعني امور كثيره. نعم بس هم اخي مو بنات بلد يعني، دول جاي صفوف وياخذون يروحون وخلاص. نعم كلها تجي اربع سنين، كل واحد ذمل المالات كلها ويطلع تقاعد. لا اهم شيء يطلع تقاعد. اخي تقاعد مثلا فتره زمنيه مثلا 10 سنين 20. بس مو اربع سنين واروح اخذ. هو لو اكو عداله بالعراق، لو اكو عداله بالعراق اللي يضيع من عمره 30 سنه يخدم هذا البلد يتحصل له على مليون دينار عراقي بالشهر، واللي طب للبرلمان وطلع اربع سنين كل شيء مقدم بس باق يطلع له باكثر من 20 30 10 5 مليون دينار عراقي بالشهر. يعني هاي عداله؟ هاي اخي ماكو عداله بالبلد. هذول جماعه الاحتلال يعني هذول مكملين للاحتلال اخي. ما يبنون بلد، والله ما يبنون بلد. وانا قايله سابقا مرات عديده، هذول اهمهم بس مصالحهم واجندات خارجيه ينفذوها. نعم يعني هذول اخو يعني صار 14 سنه ابن لكم مستشفى عم نقتنع، ابن لكم مدرسه يعني بيوت منطقين مدارس منطقين مستشفيات خدمات ما بيها. نعم تجربه ماكو، زراعه ماكو، صناعه ماكو. هم جايين تخريب البلد اخويا محمد. نعم ولذلك وصلنا لهالحد هذا. طيب والسكوت على الظلم يعني شيء ما مقبول ابدا. بس هم جو بنات الاحتلال طلعوهم الاحتلال وجابوهم على العراق ودمروا العراق. نعم سيد ابو حسن انا اشكرك. نعم وصلت فكرتك، شكرا لك للمشاركه. ويانا السيد ام حسن من الموصل، تفضل يا ام حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هم عندهم عداله ذولا؟ منين عندهم عداله؟ صار لهم ثلاث سنين اربع سنين يقولون العفو العام العفو العام العفو العام. ماكو راعي بيتنا لو سنه من طلعوا تقاعد. والله هذا سنه لولا راسل ما قدرنا. ولا كل يوم يوعدوا نوبة نعطيكم شمنته وبيعوا، نوبة نعطيكم بقبوق بيعوا. عندي معتقلين اثنين، واحد صار له 15 سنة واحد صار له 6 سنين. والله وقاعد بتالي مدرسة وعندي اثنين هم المعتقلين، وما عندي غير احنا نسوان ثلاثة أنا وبناتي وزلمة كبير هيانو. نعم. وكل يوم يوعدونا نوب على الميزانيه ونوب تعالوا نعطيكم شمنته وطابوق وبيعوه وخذوا فلوسكم. نعم. وين عفوهم هذا العام؟ عدول طالعين ولا بعمري الله كان يدبرون حالي. هذيك نعم. المعتقلات الملوها بالابرياء كلها دوموها بالسجون. نعم. بس تعال على الفيصلي وشو والله والله تقبل والله والله يعني كل النهار بس قاعدين ودموعنا. نعم. تجاره همي انا عاده وهمي انا فقر وش حالنا والله. لا اله الا الله، الله يكون بعونكم.
الله يكون بعونكم ويصبركم. أنت قاعد لي مدرسة عاشي وإحنا عوائل زكت كلها عوائل قاعدة ما عندنا والله حصر علينا العشاء والغداء. لا إله إلا الله. الله يكون بعونكم. خذوهم من مصر ولاد خذوهم كلهم مبرياء وإنه أمهم سجلتاتي وربعتاتي. ليش ليش؟ قاعدة الهدم تاجي الدواعش انهزمة وحطوها بروسنا الأبرياء كلها حطوها بالجون وقدر انت داعشي انت داعشي. نعم والله نسوان ثلاثة احنا بالله ما عندهم هذا الزلمة كبير قدمهم خسر 20 سنة الله وكيل. الله يكون بعونكم يا أم حسن وأنا أشكرك أختي للمشاركة ونتمنى هاي الأصوات المتألمة توصل إلى مسامع هاي السياسيين الموجودين في المنطقة الخضراء إذا يهتمون طبعا بهاي الأصوات المتألمة هم دي يسمعوها يوميا ويشاهدوها على منصات إعلامية إلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي وأكيد في أي مكان دي يشاهدون صوت عراقي مظلوم أو يسمعون صوت عراقي مظلوم. لكن يعني هل تحركوا هل سيتحركون هذا هو السؤال. محمد من بغداد تفضل. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رئيس يعني حكاية على مود يعني هي مو بس هاي الحكومة يعني نعتب عليها يعني. نعم. يعني حكومة في المالكي إيش قدم لنا هذا المالكي اللي لو أكو حكومة عندنا وعدنا. نعم. المالكي ذاك ال شو اسمه المالكي إيش قبل 8 سنين ولا كين خد. أيه. سوينا شيء ما قدم. قتل الناس ذبح الناس. نعم. ما خلى حجر الناس دمر دمار. نعم نعم. اجى العبادي ورا يعني هو سعديين بس ما خلوه يشتغل كان قاسم سليماني وهذا حاكمينه ما يخلونه يشتغل اهج. بالاخر بالبعد يصير ولاية ثاني حجر العبادي سوا هم وخرا ايران وخرته. اي. شافته يعني شافته شويه يعني احسن من ذاك. شنو هذا شنو احسن يا محمد محمد حيدر العبادي بشنو احسن؟ فقدنا الاتصال. بزمن حيدر العبادي استمرت العمليات العسكرية ضد داعش. حيدر العبادي اللي قال للناس بالموصل خليكم ببيوتكم وقصفتهم الطيران قصفهم الطيران التحالف الدولي والمدافع الحكومية والميليشيات وطبعا داعش. بزمن حيدر العبادي كانت أكو أكبر نسبة تهجير بالعراق. بزمن حيدر العبادي عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق اللي صار بالكويت واللي ما شافوا من العراقيين أي خير ولا بيت واحد اتعمر. بزمن حيدر العبادي الميليشيات سرحت ومرحت وكان اكو تقنين للحشد صار الحشد وضع قانوني بالعراق هو عبارة عن ميليشيات. أكثر من تقرير دولي صدر بزمن حيدر العبادي وصل إلى حكومة العبادي قالوا له بأنه أنت تقود مجموعة من المجرمين وما باوع اصلا على هالتقارير. بالعكس الحشد كان يطلع بالخطابات الحشد الشعبي المقدس وكل هالميليشيات هاي والقوات الحكوميه اللي ارتكبت انتهاكات ما ذكر جزء واحد من هاي الانتهاكات. مستعجل كان انه يعلن الانتصار والنصر وقال انه انتصرنا على داعش وخلصنا العراق من داعش. ليش بعد بدنا نشوف اكو عمليات موجوده ويا داعش؟ ليش بعد الحكومه والميليشيات تقول انه اكو بعد عمليات عسكريه مو اعلن التحرير؟ طيب بزمن حيدر العبادي ورا ما أعلن التحرير والانتصار على داعش مثل ما قال ليش ما رجع المهجرين والنازحين إلى مناطقهم؟ ليش جرف الصخر صار لهم 6 سنوات لغاية هاي اللحظة ممنوعين من العودة إلى مناطقهم وغيرها من المناطق الأخرى؟ طيب هاي كلها مو صارت بزمن حيدر العبادي؟ حيدر العبادي لو كان شريف لو كان وطني كان وافقت عليه أحزاب السلطة وجابتها أصلا؟ هذا السؤال أيضا مهم. خلونا نروح إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود. المن الناشد المن الناشد إذا دولة ودولة النفط عاصيها شارع 50 متر فايضة الدنيا فايضة البيوت والعوائل كلها بصعدة دوم على السطح لا سيارة تمشي ولا بشر يمشي. ربطنا على المجاري الجديدة هي يعني غرقنا بالماء. هاي طول سنة معاناتنا احنا احنا محلاتنا بهذه الصفحة ما نقدر نعبر. مليون وافتكتوا العالم وهي صار 4 سنوات احنا غرقانين وهذا المي على الوضعيه هاي
لا ظلت العالم بالبيوت ولا حد، والعالم نايم على الكراسي وكله كذب بكذب. لا يسوون حال، يجون يفترون هنا. وين الأمانة؟ وين البلدية؟ وين المحافظة؟ الأستاذ وزير البلديات محترم دعوة خاصة انه يجي هالمصيف وياي يصير سمج. المسؤولين وين؟ المسؤولين شو سوى المسؤولين؟ المسؤولين وين؟ المسؤولين شو سوى المسؤولين؟ هذا البيت كله غرق، غرقنا محله 308 هيبه خاتون العظميه. تعال شوف الضيم، تعال شوف الضيم، شوف الشوارع، شوف البيوت غرقت، الاثاث راحت. من راح يعوض؟ بس الله يعوض. حكومه ملتهين بيش؟ المن ملتهين؟ هذا مو شعبكم؟ الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله. مطرز غيره مطول الساعة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة أمام حضراتكم للمشاركة بالبرنامج اليوم. الموضوع هو فيضانات بغداد والمحافظات العراقية جراء هطول أمطار لمدة قصيرة، لكن كشفت هذه الأمطار حجم الفساد والإهمال الحكومي المتعمد على مدى 17 سنة مضت من الاحتلال ولغاية هذا اليوم. يقولون خلال 9 سنوات أنفقنا 222 مليار دولار على البنى التحتية، لكن دون جدوى ودون نفع لهذه المشاريع. هذا كلام حكومي طبعا، هذه الأرقام إعلان حكومي لهذه الأرقام. وطبعا يعني إذا استمرنا خلال 17 سنة حتوصل هذه الأرقام إلى المفروض 250 إلى أكثر ربما من 250 مليار دولار. وينها على أرض الواقع وإحنا بدنا نشوف هاي الكوارث؟ خلونا نستقبل أحمد من بابل. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل شوية كان أخوي يتحدث على حيدر العبادي. أي شنو قدم حيدر العبادي مثلا للشعب؟ ما قدم أي شيء. نعم. هجر العالم. أي يعني هاي عندك جرف الصخر. لحد الآن العالم تعاني ومهجرين والمخيمات. نعم. شو حيدر العابد يقول أحسن من غيره؟ أي ما سوى أي شيء. نعم. هجر العالم، العالم بالسجون، العالم من كتلة، يعني ما يجي نفس الشيء. نعم. ماكو أي شيء غيره. نعم. نعم أستاذ. أنا أشكرك يا أحمد من بابل، شكرا لك للمشاركة. عندنا مقطع مشاهدينا الكرام، هي مجموعة مقاطع حتشوفوها هسه، لكن بداية المقاطع هو مقطع من مدينة الصدر. شوفوا هذا الشاب شلون يباوع على صورة مقتدى الصدر، وشلون تهكم على هاي الصورة، وشلون وصل فكرة عن المعاناة اللي قاطنين بهالمناطق اللي تحكمها الميليشيات وزعماء الميليشيات. خلونا نشوف. الله يا محمد، شو السيد شلون قال لكم سكتوا ولا احد يحكي؟ ضاعوا سكتوا ولا احد يحكي، اطق من عالي يحكي لك عبيد زبايل. شو رايك داخل هاي المدينه؟ زبايل ود الزبايل. هاي المنصور حتى تشوفوها شلون حلوة، غرقانة وما حد يقدر يطلع من بيته. اليوم 21/11، ما شاء الله مطر ما ينوصف، شغلت ساعة مي مال مجاري طبت جوه. وين أرقى مكان بالعراق؟ أرقى مكان بالعراق منطقة المنصور، طافت المجاري بالبيوت. منصور لبة المنصور، يعني مو منصور الأطراف مثل ما يقولون، منصور رواد 14 رمضان لبة المنصور.
هذول السادة اللي يحكمون نعلى على كل عمايم، نعلى على جيفتهم، خايسين قذرين. شوف الصواب البلاد يحكون على صدام حسين. وورا اللي شفتوه يطلع عضو في مجلس محافظة البصرة يقول للمواطن اللي يشتكي سد حلقك لا أضربك بالنعال. شفتوا المقطع اللي انتشر وشتم أو شتم عائلته وشتم أهله. لما تجي تحاسب المسؤول على فساده يطلع لسانه هالطولة. طيب خلينا نسمع السيدة أم يوسف من الحبانية، تفضلي. ألو. تفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يخليك استاذ، شلونك؟ الله يسلمك، الحمد لله. يعني أنا الله يخليك، أنا من حبانية من الأنبار. نعم. يعني رسالة لكم لقناتكم الشريفة، يعني وأنا عندي زوجي مريض. نعم. مريض كليات، شان واحدة من كلياته. نعم. ولقم وياها غير مرض وهسه انتشر بالرئة مالته. الله يشافي ان شاء الله. والكلى مالته ثانيه هم يعني صار بيها، يعني هاي وهسه صريح يعني فراش وقاعد ايجار. نعم. ولا راتب رعايه، لا يعني راتب تقاعد، لا يقدر يشتغل وقاعد ايجار وعنده 3 اطفال. نعم. وانا حبيت يعني قناتكم الشريفه وانت استاذ محمد، يعني اريد يعني هاي رسالتي توصل لاي مسؤول لاي شريف طاهر، يعني رساله هاي ويشوفون يعني انسان تعبان. حتى هذا راتب الرعايه مقدم عليه وما قاعد يسوون لنا اي شيء. نعم. يعني تقدم المعامله مال الرعايه تقدمها وتوديها ما تطلع هاي، صار لنا يمكن بسنتين احنا مقدمين مال الرعايه. شو يعطوكم سبب انه هي ليش ما تطلع؟ ما ينطون اي سبب ولا يعني يتصلون بيك ولا يقولوا لك ولا ماكو. نعم. هي بس تسوي وتقدم وما يعطون اي نتيجه. وانا هسه زوجي هذا هل الشيء يعني نعم بالبيت وثلاث اطفال ولا راتب رعايه لا راتب تقاعد لا يقدر يشتغل ولا عنده معين، عنده وليد عمره كله 5 سنين وشلون العيشه؟ الله يكون بعونكم يا ام يوسف، الله يكون بعونكم. الله يشافي ان شاء الله ويعافي. انا اشكرك وصوتك يوصل ان شاء الله لمن يهمه الامر ولمن يستطيع ان يعين السيدة ام يوسف في محافظة الانبار. الخيرين هواية طبعا من العراقيين، وشفتوا بالازمات ازمات هواية صارت وشاركوا المقتدرين العراقيين. طبعا احنا ما نتكلم عن سياسي او مسؤول لانه العراقيين غاسلين ايدهم منهم، لكن نتكلم عن المقتدرين العراقيين اللي عندهم الاستطاعة أنه يعينون العوائل المتعففة، الفقراء، المحتاجين. هذا صوت لامرأة عراقية ناشدت من خلال قناة الرافدين، ونتمنى إن شاء الله لمن يستطيع أن يعين هذه السيدة على مبتلاها إلى أن رب العالمين يفرجها إن شاء الله ويكون أكو حل لإعانتهم بشكل مستمر. ويانا السيد سالم من مخيم الجدعة، تفضل يا سالم. مرحبا استاذ. حياك الله، اهلا وسهلا استاذ. انا من مخيم الجدعة الخامس. نعم. صار لنا احنا تقريبا 3 سنين بالمخيم. نعم. مين متهجرين؟ هسه الدولة من تقول ارجعوا لمناطقكم وهسه رجعونا نرجع لمناطقنا. اي مناطقنا ما تقبل تستقبلنا. مين متهجر يا سالم؟ انا من قضاء الحضر. نعم. وأني بالنسبة لي يعني عسكري متقاعد. نعم. يعني لا أني لا زوجتي لا بناتي لا أولادي ما عندي داعش آذن. نعم. واتصلنا بالأمم المتحدة نقول لهم يا بريد نرجع لمناطقنا، صار لنا 3 سنين بالمخيم ملينا بزعنا، يعني بريد نرجع لمناطقنا. نعم. ما يخلونا تروح لي غادي، يعني حتى قائم مقام الحظر تكفرني قال هذا الرجل على مسؤوليتي وما عنده شيء. من اللي دا يمنع قائم المقام انه انت ترجع؟ من اللي دا يمنعه، حكومه لو ميليشيات؟ لا العوائل مال الشهداء والحشد مال المرجعيه والامن والاستخبارات يعني وياهم. طيب يعني القائم المقام قالهم على مسؤوليتي هذا يرجع ما عنده اي شيء. اي
ولكن العوائل مال الشهداء اللي قتلهم داعش اي يقولون ما يرجع لانه ابن اخوه داعش وانا ابن اخويا انقتل وما لي علاقه به يعني يعني عوائل الشهداء عوائل الشهداء باي صفه تمنع ناس انه ترجع؟ شنو هالبلد هذا؟ هذا البلد اللي هسه احنا عايشين به. والله العظيم رحت لاجر بيت بالدور مال القاعده وبالقياره ومنطقه الحواسب وبالجدعه ماكو ما استقبلوني ما يقبلون حتى اجر بيت لا بالدور ولا بالجدعه ولا بالحواسب ولا بالمناطق اللي قريبه على ناحيه القياره. حتى حسيت انه اني كانما اني مو عراقي ولا يعني انت من هذا البلد. يعني وهاي انت جاي واسطتك قائم مقام يعني سلطه حكوميه. نعم يقولون على مسؤوليتي هذا ما عندي شيء. نعم لكن العوائل تمنع عوائل الشهداء اللي قتلهم داعش يمنعونا والمرجعيه موجوده بالقضاء ما تسوي شيء. الحشد مال المرجعيه ما يقول لهم يا هذا ما عنده شيء يرجع ليش ما يرجع؟ نعم يعني ملينا حياتنا يعني هذا سنسوي احنا بالمخيم. والله العظيم تعبنا ما عليك حتى من المساعدات اللي تيجي ماكو نصحة الفريق ما تصلنا وما رايدين حتى مساعدات ردنا بس الخيمة والكهرب والمي ومع ذلك هسه بدأوا يحولوننا من مخيم إلى مخيم بزع حياتنا. نعم الله يكون بعونكم يا سيد سالم ويصبركم على ما ابتلاكم. أنا أشكرك من مخيم الجدع الخامس. نتمنى هذا الصوت يوصل وحتى هم تبين الحكومة أنه هي شقد صغيرة قدام الميليشيات وقدام هاي العشائر أو هاي العوائل أو هاي النفوس الضعيفة من البعض من العراقيين اللي يحملون غيرهم مسؤولية مقتل أبنائهم. ليش ما تروح تحمل اللي طلع أبنائك دزهم لهاي المعارك وهو لا متدرب ولا يعرف شنو سلاح؟ ليش ما تروح تحاسبه؟ ليش ما تحاسب ذول اللي دزوا هاي الشباب إلى المحارق؟ ليش ما تحاسبون المالكي اللي بسببه صارت مجزرة سبايكر؟ ليش متحاسبون المالكي والعبادي انه شلون داعش طب اصلا للعراق؟ رايحين تحاسبون ناس ما لهم علاقة ومثلكم عندهم ابناء وعندهم عوائل ومهجرين يعانون. علي من العامرية تفضل. خير عزيز حياك الله. احنا نطالب منطقتنا. نعم حاصرنا يعني لاحظ طبعين هاي 2021 اي ما حد يقول لنا وين تدون. الله وكيلك حاطين انا مخيمات بزيد. نعم ولحد الان ما حد يرجعنا لعنه. نعم يعني ما نراجع لعنه خلي يوفرونا اي شيء. احنا طال مخيم. نعم خلي يوفرونا اي شيء من مواد غذائيه يعني يعطونا شيء يعني نقعد بيه. نعم اي شيء اللي عندهم خلي يعني يقدرون عليه خلي يسوون اياه هنا بالمخيم بزين. نعم ما يصير هاي يعني انا صغرنا هاي من الحل في 2014 لحد الان هاي الساعه ماكو شيء. نعم الله وكيل حاطين مخيمه في الجريد ولا حد يواجهنا ولا حد يقول لنا وين تدون. شلون عايشين؟ شلون تدبرون حياتكم واموركم؟ شلون تواجهون هاي الامطار والحار؟ حدي والله لو شفنا احنا ما حد يصنع خلاص والله العظيم بلوى مذله خلاص. نعم هذا المطر البقيه اللي راحت اليوم الظهر قرقتنا غرق المي حتى المي قام يطب المخيم. طبعا اذا دا يطب للبيوت ببغداد ما يطب للخيمه؟ يا عم والله غرقنا خلاص. نعم. هنا نعم الله يكون بعونكم. مشكلة. الله يكون بعونكم يا علي. أنا أشكرك وصوتك وصل. شكرا للمشاركة علي من العامرية. عندنا بعض الرسائل نقرأها مشاهدين الكرام لحضراتكم. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم. بعد التحية لك أستاذ محمد المحترم وللجميع. العراق عام بعد عام من سيء إلى أسوأ نتيجة هذه الحقبة السياسية الفاسدة المسيطرة على إدارة العراق وهدفها تدمير العراق بحسب توجيهات الاحتلال خدمة لمخطط تدمير العراق. ويتحمل مسؤولية تدمير العراق كل الأحزاب الفاشلة. الشعب العراقي لابد أن يتحرك. إرادة الشعب على هؤلاء المجرمين والقتلة والسراق خدم الاحتلال ولإنقاذ العراق. والسلام عليكم. وعليكم السلام سيد أبو حاتم. أشكرك للمشاركة. رسالة من أبو مهدي من الديوانية يقول
السلام عليكم، هذه الفيضانات التي حدثت في بغداد وبقية المحافظات دليل فاضح على فساد ولصوصية هذه الحكومة الفاشلة. لقد صرفت مليارات الدولارات لمشاريع وهمية تتعلق في المجاري والبنية التحتية في العاصمة والمحافظات، ولقد ذهبت في جيوب الحكومات السابقة من حكومة الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي، وأن الإنجاز العظيم الذي قامت به حكومة الكاظمي هو رفع الخيم من سوح التظاهرات في بغداد والمحافظات، لكن الشعب لم ولن يصمت طويلا، وسيأتي اليوم الحاسم بإذن الله في الخلاص من هذه الزمرة الفاسدة. سيد أبو مهدي من الديوانية، أني أشكرك. ويانا رسالة من أبو محمود من الرمادي، يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم توصلون صوتنا لهاي الحكومة وإلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، يطلعون على أوضاع الأهالي المغيبين في سيطرة الرزازة. والله أبرياء معطم عفو عام، شو ماكو بس حكي وما حد ينفذ. والله الأهالي أهالي المغيبين يعيشون بحالة غلق. والله أبرياء شنو مصير أطفالهم؟ والله اليوم يمر على الأطفال والأمهات يقضون الوقت بس بكي، صار لهم أكثر من 5 سنوات دون سبب. والله أبرياء. أنا أشكرك يا سيد أبو محمود من الرمادي، صوتك وصل. عندنا اللي يحاولون يتصلون، نقول للمشاهدين الكرام خدمة الاتصال غير موجودة في الواتساب، الاتصال فقط عن طريق الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. الواتساب مخصص للرسائل المكتوبة، للي يريد يرسل شيء مكتوب نقرأ بالحلقة. هذه الخدمة متوفرة، لكن الاتصالات هي خدمة غير متاحة. إذن مشاهدينا، العراق يغرق بعد 2 ساعة من الأمطار، وكما قال المتصلون احنا بعدنا بداية الشتاء، الشتاء بعد ما وصل إلى المرحلة اللي هو ترتفع به نسبة الأمطار ويزيد البرد على الناس. طيب إذا ارتفع مستوى الأمطار في العراق وزاد الوقت عن أكثر من 2 ساعة، ايش حيصير بالعالم؟ الآن بغداد غرقت ومحافظات جنوب ووسط العراق فاضت أيضا بسبب الأمطار، ايش حيصير بهاي المحافظات؟ ايش حيصير بالعراقيين، بالناس الفقراء اللي عايشين في بيوت متآكلة؟ طيب هاي البيوت مو ممكن تنهد على أصحابها، على رؤوس أصحابها، ويرتفع نسبة الوفيات بالعراق بسبب الفيضانات والأمطار؟ كم مليون دينار أو دولار فقد العراق، التاجر العراقي خسر بسبب تلف منتجاته بسبب هاي الأمطار اللي دخلت على البسطات، اللي دخلت على الجملونات المعنية ببيع المنتجات الغذائية، المخضر والفاكهة وغيرها، أو الأسواق والمحلات؟ إيش قد خسروا أصحاب هاي التجارات بالعراق؟ إيش قد حيكلف هذا الموضوع خزينة الدولة العراقية؟ طيب مصطفى الكاظم يقول إحنا شهر واحد بعد ما عدنا فلوس للرواتب، شلون حيتعاملون ويا هالأزمات اللي دا تضعف أكثر وأكثر الاقتصاد العراقي؟ وصلنا إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.